حبيبي اوعى تغيب لو يمعني لانا قادي شو يا باين كلي. خلاص خلاص انا معك لو مين. اوكي خلاص بقى. جري من على المكتب. احنا ما هيك اتفقنا؟ بتشديلي براغيك ومفصلاتك. هاي المياعة والجلاءة بتعمليها بالشالة او بتعمليها بالسويت بالاوتيل؟ هون بالمكتب شي تاني. سوري تحب جيب لك الكافي ولا ادخلك البريد؟ لا تدخليلي ولا تطلعيلي، طالع بعد نص ساعة. لوين؟ العمى هاي الأسئلة اوعي تسألينيها مرة تانية. ها بصير شي ما بيعجبك. يلا يلا. سوري سوري سوري. فعلا لما بتجومسي بتصيري من أغبى ما يكون. يا صباح النور والسرور. يا أهلين وسهلين. أكيد تفاجأت إني جيت لعندك بدون موعد ولا حتى تليفون. لا لا عادي ما تفاجأت. فطينو الغالي كيفك؟ طمني عنك. شو هاي؟ فطين؟ شو أنا وياك قاعدين بالقهوة ولا عم نتسيران ولا بسهرة؟ شلون بتقلي فطين وانت بمكتبي؟ شباك فطين؟ هيك متعودين أنا وياك. لسه بيقولة هذا الكلام بتقوله برا المكتب، أما هون في محظورات بدك تلتزم فيها، إلي تسمية بدك تخاطبني فيها سواء شئت ولا أبيت. بس لا تنسى أنه الفرق بيناتنا درجة واحدة. وأنت قلتها درجة، التزم بأصول هالدرجة لو سمحت. إيه؟ على عيني يا أستاذ فطين.